بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نشرح مقرر إدارة الأعمال الدولية التعليم المفتوح المستوى الرابع الفصل الثاني مستوى 4-2 دكتور مصطفى كمال وحده. المحاضرة الأولى هنتكلم فيها عن الأعمال الدولية، هنتكلم فيها على 3 نقاط رئيسية. أول حاجة نتكلم عن مفهوم إدارة الأعمال الدولية، 2 عناصر إدارة الأعمال الدولية، 3 أسباب التعامل الدولي، 3 أساليب إدارة الأعمال الدولية وأسباب اختلافها عن إدارة الأعمال المحلية. نتكلم أول حاجة عن مفهوم إدارة الأعمال الدولية، فيها تعريف كتير. التعريف الأولاني بيقول أداء أو ممارسة المنشآت للأنشطة كالتجارة الدولية والاستثمار الدولي عبر الحدود، يعني أداء أو ممارسة أنشطة عبر الحدود، يعني بين دولة ودولة أو بين دولة وعدة دول. التعريف التاني بيقول لك أداء وممارسة الأنشطة التي تضيف قيمة في التوريد من الموردين زي الانتاج والتسويق الى اخره في المواقع الدوليه، يعني برضو في ناحيه دوليه. بعد كده بنتكلم عن عناصر الاعمال الدوليه، بتشمل 6 حاجات. نمره 1 التجاره الدوليه، 2 الاستثمار الدولي، 3 مخاطر الاعمال الدوليه، 4 عولمه الاسواق، 5 استراتيجيات دخول الاسواق الدوليه، 6 المشاركون في الاعمال الدوليه سواء كانت منشات او وسطاء او مساهل الاعمال او الحكومات. اسباب التعامل الدولي، ليه اي شركه بتشتغل دولي، يعني تصدر او تدي ترخيص او تستثمر في دوله اخرى، ده بنسميه التعامل الدولي. نمره 1 تشبع السوق المحلي. كتير من في الدول اللي المتقدمه زي امريكا وانجلترا والمانيا السوق بيتشبع من بعض المنتجات، يعني السوق مثلا زي العربيات، في شركات كتير بتنتج عربيات، هتلاقي كل اسره عندها عربيه واثنين وثلاثه واربعه، فعشان يبيع في السوق ده بيبقى صعب، وبالتالي من المحتم على هذه الشركات انها تتجه لتشبع احتياجاتها في الاسواق الخارجيه. 2 شده المنافسه المحليه، يعني لو خدنا مثلا السوق الامريكي بالنسبه لسلع معينه زي العربيات، هتلاقي ان السوق هناك المنافسه داخل امريكا صعبه بين العربيات الامريكيه والاصناف المختلفه، لذلك بتتجه الى اسواق خارجيه زي السعوديه وزي مصر اقل حده في المنافسه. 3 ظهور اسواق جديده بها العديد من الفرص التسويقيه، يعني في دول زي السعوديه ودول الخليج ودول جنوب شرق اسيا، دي كلها دول واعده فيها فلوس وفيها احتياجات، فيبدا يبيع هناك عشان يستفيد من الحاجات اللي هناك. 4 ظهور فرص جديده نتيجه المساعدات الاجنبيه، كتير من الدول بتدي مساعدات زي امريكا وزي المانيا وزي دول اوروبا لدول تانية، لما تديها مساعدات بمبالغ معينه اللي هي مليارات او حتى بالملايين، ما تديلهاش الفلوس دي كاش، تقول لا انت ليكي مثلا 300 مليون دولار اشتري بيهم سلع وخدمات من عندي. نمرة 4 الاستفادة من انخفاض تكلفة مدخلات. بعض الشركات بتعمل استثمار في بلاد أخرى وتعمل تسهيلات في بلاد أخرى عشان تستفيد من إن تكلفة الخامات والآلات والطاقة والتسهيلات إلى آخره بتبقى أقل، فبتستفيد من انخفاض التكلفة. 7 تجنب المعوقات البيئية المحلية. في كتير من الدول المتقدمة زي أمريكا وزي الدول الأوروبية بتعاني من معوقات بيئية محلية زي إيه؟ عندها الضرائب مرتفعة والقيود الحكومية الريجوليشن عالية، لذلك بتتجه إلى الدول اللي فيها هذه المعوقات أقل زي مصر وزي السعودية وتشتغل هنا. اختبار المنتجات الجديدة المتطورة، في كتير من الشركات الدولية بتختبر المنتجات الجديدة في أسواق خارجية، إذا اختبرت واتضح إنها كويسة تبدأ تدخلها في الأسواق الدولية. اتجاه نحو العولمة وهنشرحها بعد كده. مخاطر الاعمال الدوليه، اي شركه بتمارس الاعمال الدوليه بيصاحبها طبعا في بيصاحبها مخاطر عديده. المخاطر دي احنا ممكن نقسمها في 4 مجموعات. المجموعه الاولانيه اللي هي المخاطر السياسيه، زي 1 تدخل الحكومه، فرض قيود على تحركات العملات، الفساد والرشوه، التدخل والحمايه والقيود على التجاره والاستثمار، سوء اداره الاقتصاد القوي. دي مخاطر سياسيه. مخاطر الثقافيه زي اختلاف الثقافات، نتعامل في دول ثقافتها مختلفه، أنماط التفاوض، كل دولة لها أنماط تفاوض لأن فيها بشر، والبشر دول المفاوض لما تيجي تتفاوض مع ناس من اليابان غير مع ناس من أمريكا غير مع ناس من ألمانيا غير مع ناس من إنجلترا، كل واحد فيهم يبقى ليه نمط معين في التفاوض. أنماط اتخاذ القرارات، برضو الأنماط لاتخاذ القرار وأساليبها بتختلف من دولة لدولة. الممارسات الاختلافية، النوع الثالث اللي هي المخاطر الماليه ومخاطر العمله زي تذبذب او ثبات عمليات التحويل من عمله لعمله،
قيمة الأصول، فرض الضرائب، تضخم تأثيرها على التسعير، ثبات أو تذبذب معدلات الفائدة. آخر حاجة عند المخاطر التجارية زي ضعف الاستراتيجيات اللي بتتبعها الشركة، مشاكل تنظيمية، شدة المنافسة، ضعف الاستراتيجيات والإجراءات ومنفذيها. أسباب اختلاف الإدارة في المنظمات المحلية عن إدارة الأعمال الدولية. أول حاجة، إن الدول بتختلف بينها وبين بعضها في الثقافة، البيئة الثقافية، البيئة الاقتصادية، البيئة القانونية، البيئة السياسية، البيئة الدينية، البيئة التكنولوجية إلى آخره. 2، اختلاف في طبيعة المشكلات ومداها. مشكلات المنظمات الدولية طبعا أكثر اتساعا وأكثر تعقيدا مقارنة بالمشكلات اللي بتقابلها المنظمات المحلية. المدير في الدول في المنظمات الدولية يواجه أمور لا يواجهها المدير في المنظمات المحلية، لا يقابلها المدير في المنظمات المحلية. زي 1، تحديد مواقع المصانع هيعمل مصنع فيه. 2، تحديد أي الأسواق التي يتم التعامل معها. 3، تحديد أسلوب التعامل مع قواعد العمل الدولي. 4، أسلوب التعامل مع التغير في معدلات تحويل العملة. 5، تحديد التنسيق والرقابة بين المصانع المنتشرة. 6، أسلوب دخول الأسواق. 7، أسلوب التعامل مع القيود الحكومية بالدول. اختلاف الأساليب الإدارية بالتعامل الدولي عن في المنظمات الدولية عن المنظمات المحلية. زي أساليب الإدارة والتعامل معها بتختلف من دي لدي. أساليب التسويق بتختلف في المنظمات المحلية عن المنظمات الدولية. أساليب التعامل مع الجهات الحكومية بتختلف. المحاضرة الثانية اللي هي العولمة جلوباليزيشن، هنتكلم فيها عن مفهوم العولمة، أسباب العولمة، الآثار العولمة. أول حاجة العولمة معناها إيه؟ نقدر نقول باختصار إن العولمة إن هي عبارة عن التحول أو التغير نحو اقتصاد عالمي أكثر تكاملا متكامل ومترابط. يعني بنتحول إلى بدل ما إحنا اقتصاديات صغيرة منفصلة عايشين في عزلة، كلنا بنقرب مع بعضينا وبنبقى اقتصاد واحد متكامل مترابط بينه وبين بعضيه، وبقينا اقتصاد عالمي واحد. 2، عولمة الأسواق اللي هي جلوباليزيشن أوف ماركت، معناها دمج الأسواق القومية والمنفصلة والمتباعدة جغرافيا بتقرب ببعضها وتبقى سوق عالمي ضخم واحد. ازاي؟ من خلال ازالة القيود والعوائق التجارية بين الدول، وحدوث بترتب على عولمة الأسواق أو هي تشمل حدوث تقارب في تفضيلات وأذواق المستهلكين الدول المختلفة بتقرب أذواقهم. فلو احنا بصينا دلوقتي هنتلاقي في تقارب في أذواق المستهلكين في مصر والسعودية في حاجات كتير. لو الكلام ده رجع 50 سنة ما كانش هتلاقيه بنفس الدرجة. 3 أو 4، النقطة الأخيرة بقى، أصبحت كثير من المنتجات عالمية. يعني إيه عالمية؟ المنتجات عالمية يعني منتجات بتنتج وتستهلك على نطاق عالمي. يعني دلوقتي في سلع كتير بتستهلك في كل دول العالم زي اللابتوب وزي الموبايل وزي البنطلون الجينز وزي البيبسي الكنز إلى آخره. عولمة الإنتاج اللي هو جلوباليزيشن أو برودكشن معناها إيه؟ إن المنظمات الدولية أو العالمية أو الدولية اللي هي بدأت الشركات دي أو بدأت تبحث عن مصادر مدخلاتها، مدخلاتها زي الخامات، العمالة، الطاقة، التسهيلات إلى آخره، ودور على البلاد اللي حوالين العالم وتشوف الدول اللي فيها هذه المدخلات رخيصة وتعمل فيها مصانع تنتج سلع بتكلفة منخفضة وفي نفس الوقت الجودة عالية وعالية الإيه الجودة، وبتباع في دول عديدة ومنافسة الشركات الأخرى. الأسباب الرئيسية للعولمة، نقدر نقول الأسباب الرئيسية للعولمة 1، انخفاض القيود وعوائق التجارة والاستثمار. في السنوات الأخيرة وبقالنا حوالي أكثر من 15 20 سنة اتجهت كثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية لإزالة قيود التجارة. التجارة اللي هي تجار السلع والخدمات بين الدول والاستثمار بين الدول، وبدأت تزيل التعريفة الجمركية. فده سهل انتقال السلع من دولة لأخرى وسهل انتقال رؤوس الأموال من دولة لأخرى. 2، التطورات التكنولوجيا في مجال الاتصال في الكوميونيكيشن. طبعا حصل تغيرات كتيره في مجال الاتصال. كنا زمان لما واحد بيحب يتكلم يتصل مثلا بالبنها كان ينزل ويروح، ينزل ويروح للسنترال ويحجز مكالمه وبتاع. لكن دلوقتي لو عايز تكلم واحد امريكا في اي لحظه، واحد في انجلترا، واحد في الصين، واحد في اي مكان حوالين العالم، بترفع الموبايل بتاعك وتبدا في نفس اللحظه تتصل بيه. وبرضه في معالجة البيانات، كان زمان الشركات عندها
دفاتر كبيره للانتاج وللتسويق والبيع الى اخره عشان تعمل تكلفه منتج واحد تاخد وقت وسنين. دلوقتي ده كله بقى في الكمبيوتر، ومن خلاله بتقدر تستخدم برامج كتير لحساب هذه التكاليف وبسرعه جدا. ايضا التطورات التكنولوجيه في مجال النقل او ترانسبورتيشن حصل تطورات كتير، ظهرت الطيارات اللي هي العملاقه، وظهرت العبارات الكبيره، وظهرت غيرها من النقل، ودي كلها بقت تنقل بكميات كبيره وتكلفه منخفضه، وتكلفه التداول اصبحت منخفضه ايضا. تداول السلع ظهرت حاجه اللي اسمها كونتينر، بقى كتير من السلع بتتحط في كونتينر، وكونتينر يشال من العربيه يتحط على المركب في ثانيه او العكس، فتكلفه التداول السلع بقت بتاع. ايضا ظهر عندنا شبكه الانترنت، الشبكه العالميه والانترنت، ودي سهلت الاتصال والبيع والشراء والتعامل بين الاطراف المختلفه. ننتقل يبقى بعد اسباب العولمه بننتقل الى الاثار الايجابيه والسلبيه للعولمه. اول حاجه الاثار الايجابيه زي ايه؟ كل معظم الدول اللي هي شاركت في العولمه او اشتركت فيها حصل فيها زياده التنمو الاقتصادي، وزياده في دخول المستهلكين، وزياده النمط الاستهلاكي، يعني النمط الاستهلاكي زاد، كميه السلع اللي بيستهلكوها العملاء والخدمات زاد وتنوعت، وانخفاض اسعار السلع. الافراد اللي هم في الدول اللي هي اشتركت في العولمه وبتمارسها على ومنفتحه بدات تحس ان اسعار السلع والخدمات بقت ايه، منخفضه، وبعدين خلق فرص عمل جديده في كثير من الدول نتيجه انشاء مصانع والى اخره. الاثار السلبيه زي نمرة واحد، بدا زياده التلوث البيئي، اثنين زياده الانبعاث الحراري، ثلاثه نزوح الافراد من الاقاليم الى المدن، وده طبعا ادى الى مشاكل كثيره مثل الزحام والتلوث. المحاضره اللي بعد كده هي محاضره التخطيط الاستراتيجي، وهنا هنتكلم اول حاجه عن يعني ايه تخطيط. التخطيط بيترتب يعني بيكون للمستقبل او بيترتب على المستقبل، والتخطيط بيكون اما للمنظمه ككل او لاقسام منها زي الاداره الى اخره. والتخطيط معناه تحديد الاهداف واساليب تنفيذها. التخطيط، كلمه تخطيط استراتيجي بقى معناها ايه؟ معناها بخطط للمنظمه كلها في الاجل الطويل، بتضمن اربع حاجات: بنحدد رساله او غرض المنظمه، اثنين بندرس ونحلل بيئه المنظمه الداخليه والخارجيه العامه والخاصه، وبعدين بنحدد الاهداف الاستراتيجيه للمنظمه، بنحدد الاستراتيجيات. لما نتكلم بعد كده عن التخطيط الاستراتيجي الدولي، هو التعريف بتاع التخطيط الاستراتيجي، بس بنتكلم عليه على شكل دولي، فنقول هو عباره عن التخطيط للاعمال الدوليه للمنظمه في الاجل الطويل، وتضمن تحديد رساله المنظمه، دراسه وتحليل بيئه المنظمه الداخليه والبيئه الخارجيه العامه والخاصه، تحديد الاهداف الاستراتيجيه، تحديد او تشكيل استراتيجيات الدوليه. ثلاثة، تحديد رسالة المنظمة. يعني رسالة المنظمة هي بيان أو جملة قصيرة بتبين غرض المنظمة وأسباب وجودها، والرسالة طبعا بتفيد في نواحي كتير، بتفيد في تحديد منتجات الشركة هتتعامل فيها، الأسواق اللي هتتعامل فيها، العملاء اللي هتتعامل معاهم، التكنولوجيا اللي هتستخدمها، موقف الشركة من المنافسين والربح والبيئة. المسح البيئي وتحليل SWOT. وفي بيتم تحليل البيئة الداخلية. أول حاجة أنا بدرس البيئة الداخلية المادية زي رأس المال، بندرس المعدات والتكنولوجيا والمنتجات والخامات والاسعار والعماله الى اخره، وبندرس البيئه الداخليه المعنويه زي شهره المنظمه وثقافه المنظمه. بعد كده بنحدد حاجتين: نقاط القوه ونقاط الضعف. دراسه وتحليل البيئه الخارجيه. البيئه الخارجيه بتضم بيئه خارجيه عامه اللي هي كل القوى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والقانونيه والطبيعيه والتكنولوجيه والسكانية والدينية والعالمية، والبيئة الخارجية الخاصة اللي هي المستهلكين والموزعين والموردين والمنافسين إلى آخره، وبالتالي بنحدد حاجتين: الفرص والتحديات. بنحدد الأهداف الاستراتيجية بعد كده، النقطة الثالثة في التخطيط الاستراتيجي، يعني إيه الأهداف التي تتحقق في الأجل الطويل للمنظمة كلها. بعد كده بنحدد الاستراتيجيات. الاستراتيجيات هي وسائل تحقيق الإيه؟ هي وسائل تحقيق الأهداف. الاستراتيجيات هنا ثلاث مستويات: استراتيجيات خاصه بالمؤسسه، استراتيجيات خاصه بنسميها بوحدات الاعمال بنسميها استراتيجيات الاعمال او التنافسيه، واستراتيجيات وظيفيه وهي بتخص وظائف وحدات الاعمال الاستراتيجيه. الاستراتيجيات المؤسسيه عندي نوعين من نشوف الاستراتيجيات المؤسسيه. نمره واحد، استراتيجيات العمل واحد، معناها ان الشركه بتركز على نشاط منتج واحد او خدمه واحده كمصدر لكل ارادتها. ميزتها بتركز كل خبراتها في منتج واحد. العيوب، بتجمع كل المخاطر بتحطها، تتعامل كل الورق بتاعها بتحطه في سله واحده كبيض فممكن يتكسر كله. الاستراتيجيه عكسها اللي هي التنويع، التنويع المترابط. التنويع المترابط يعني تعامل المنشاه في انشطه
ومنتجات واسواق متعدده ولكنها مترابطه في الانتاج او التسويق او الاثنين مع بعضها. استراتيجيه التنويع غير المترابط معناها ان الشركه بتتعامل في منتجات واسواق وانشطه ومنتجات واسواق لكنها غير مترابطه. تنظيم الاعمال الدوليه، نتكلم اول حاجه عن مفهوم التنظيم. تصميم المنظمه الدوليه، تصميمات المنظمه الدوليه، اول حاجه تصميم المنظمه الدوليه. واحد، تبدا معظم منشات نشاطك كمنشاه محليه صغيره بتبيع للمستهلكين المحليين فقط اهو زي ما احنا شايفين، وبالتالي بيبقى التنظيمي عباره عن اهو بيبقى عندي المدير التنفيذي تحت مدير التسويق والعمليات والتمويل ومدير الموارد البشريه. نمرة اتنين اهو قسم التصدير، مع تزايد مبيعات التصدير بيتم انشاء قسم التصدير يتولى القيام بوظائف التصدير ويكون في البداية تابع لقسم اخر هو قسم التسويق زي ما احنا شايفين في الشكل واحد. ادارة دولية، مع توسع المنشأة خارجيا وتنوع الانشطة الدولية بيتم تجميعها في ادارة دولية تتخصص في ادارة العمليات الدولية، وهنا اما بتتقسم على اساس جغرافي. يعني ايه على اساس جغرافي؟ بنخصص لكل منطقة اهو بيبقى عندي انا في فوق المدير التنفيذي تحتيه قسم محلي منتج مدير منتج سين، قسم محلي مدير منتج اي بي سي، وبعدين قسم محلي مدير منتج، وبعدين مدير المناطق بقى هنا هيتقسم ازاي؟ مدير منتجات الاي والبي والسي في البلد واحد، مدير منتجات اي بي سي في البلد اثنين، اي بي سي في المنتج في البلد ثلاثه. تنظيم الدولة تبع المستهلكين نفس اللي فات، بس هنا بيتقسم حسب نوع العملاء، رجالة سيدات أطفال. تصميم المصفوفة الدولية أو ناتج من تصميم أكتر من حاجة أو زي تصميم مصفوفة من على أساس المنتج والوظيفة زي ما احنا شايفين أهو. فهنا مثلا المدير الدولي للمنتج ألف، وده بيتلقى التعليمات من حاجتين، مدير بالنسبة للتسويق بيتضمن المعلومات الأوامر من مدير الدولي للمنتج A، وفي نواحي التسويق بياخد تعليماته أيضا من مدير التسويق، وفي مجال الإنتاج بالإضافة لمدير المنتج الدولي A بياخد تعليماته في مجال الإنتاج من الـ A مدير الإنتاج الدولي، وبعدين وزي وهكذا. أشكال التعامل الدولي، أول حاجة أشكال الدخول الأسواق الأجنبية أو أشكال التعامل الدولي. نمرة واحد التصدير، التصدير يعني إيه؟ يعني شركة ده بيعتبر بتبيع المنتجات بتاعتها في بلد تاني، فده أبسط وأسهل أشكال الدخول في السوق الأجنبي. يتم تصدير المنتجات إما بحالتها، يعني إيه؟ لو شركة في أمريكا زي شركة فورد بتبيع عربيات للسعودية مثلا، إما هتبيع العربية بحالتها زي ما هي بتتصنع في أمريكا أو بتعدلها لكي تلائم الظروف في السعودية. المزايا، انخفاض المخاطر، انخفاض التكاليف، تحقيق وفرات كبيرة على نطاق كبير ثم التصدير. العيوب، ارتفاع تكاليف النقل، فرض رسوم في الدولة اللي هي بتشتري أو المضيفة، ان الشركة الدولية بتفقد السيطرة على تسويق الخدمة في البلد اللي هي بتبيع لها. الأشكال التصدير عندي ثلاث أنواع، تصدير مباشر وتصدير غير مباشر والتحولات البين مؤسسات. تصدير مباشر معنى الشركة النهائية بتسوق منتجاتها بنفسها للعملاء من خلال اما انشاء فروع لها في الدول في الاسواق الاجنبيه او استخدام مندوبين لها برضو بيبيعوا في الاسواق الخارجيه. التصدير غير مباشر معناه ان الشركه الدوليه بتصدر منتجاتها من خلال وسطاء في الدوله الاخرى. الترخيص، الترخيص الدولي طبعا ده الترخيص معناه ان شركه دوليه بتدي ترخيص لشركه اخرى في بلد اخرى ان هي تستخدم اصول غير ماديه نظير مقابل بتدوها. ده بيعتبر من اسهل طرق دخول الاسواق الاجنبيه، هو اتفاق تمنح بمقتضاه الشركه الدوليه اللي بيسميها المرخص او الطرف، الشركه الدوليه اتفاق تمنح بمقتضاه الشركه الدوليه شركه اخرى بيسميها المرخص او طرف تاني في دوله اخرى لو المرخص له حق استخدام اصول غير ملموسه، ملكيه فكريه، تكنولوجيا، طرق عمل، اختراعات مسجله، اسماء منتجات، علامات تجاريه الى اخره، نظير مقابل دفاع الشركه اللي هي المرخص لها للطرف اللي هو الطرف الثاني. فهنا الشركه الدوليه بتدي حق استخدام ملكيه فكريه للطرف الثاني، والطرف الثاني بيدي عائد مادي. الترخيص، المزايا
دخول الاسواق الاجنبيه باقل قدر من الاموال، ما تحتاجش لا تنقل الالات ولا فلوس ولا. اثنين، الاعتماد على خبره الشركه المحليه يجنب التعامل مع البيئات الاجنبيه في الدوله الاجنبيه. دخول الاسواق والتغلب على قيود الاستيراد والاستثمار، والحصول برضو على مقابل مادي ولو انه صغير. الترخيص الدولي. العيوب: المرخص لا يمارس الرقابه على عمليات الانتاج والتسويق في الدوله الاجنبيه. ضعف العائد، بياخد عائد قد ايه من البتاع من المرخص له؟ 3 ل 5%. قد الاهم بقى عيب هنا هو قد يصبح ان انت بتدي له الترخيص ده بمرور الوقت واكتساب الخبره منافس قوي لك. اشكال التعامل الدولي. عقود الاداره. يعني ايه عقود الاداره؟ واتفاق تتداول من خلاله منظمه دوليه اداره مشروع معاه في دوله اجنبيه نظير مقابل. المقابل ده ممكن يكون مبلغ ثابت او نسبه من مال. اي تحدث مشاركه بين الشركه المحليه التي تقدم راس المال وتقيم المشروع وتجهزه على التشغيل، وبين الشركه الدوليه التي تتولى ايه الاداره. المزايا بتاعه عقود الاداره: انخفاض المخاطر والحصول على عائد مادي. العيوب: انخفاض العائد المادي. عقود التصنيع. يعني ايه عقود التصنيع؟ معناها عقود بين الشركه الدوليه مع منتج محلي كف في السوق الاجنبي. الطرف الثاني اللي انا بعمل معاه عقد التصنيع بيتولى الانتاج تحت اشرافي في بلده، وانا كشركه دوليه بتولى الانتاج التسويق في السوق الاجنبي. المزايا: اقدر اخش السوق الاجنبي بسرعه وبمخاطر اقل. اثنين، العيوب: قد يكون من الصعب العثور على مشروعات محليه تصنع بكفء. عدم وجود سيطره للشركه الدوليه على الانتاج. بتفقد الشركه الدوليه الجزء الناتج عن الانفتاح والتصنيع. مشروعات تسليم مفتاح فيها الشركه الدوليه بتقوم المشروع بالكامل وتسلمه جاهز للتشغيل الى المالك المحلي في السوق الاجنبي، حيث بتقوم الشركه الدوليه بتصميم وبناء وتجهيز المشروع حتى يكون جاهز للتشغيل، وبتدرب كمان على العاملين وتسلمه مقابل فلوس، وهذا يعني تصدير التكنولوجيا للدول الاخرى. المزايا: اول حاجه، تعتبر مشروعات تسليم المفتاح دي هي الطريقه الوحيده لدخول اسواق معينه. انخفاض مخاطر دخول الدول. العيوب: اول حاجه، ما بقدرش اقعد في الدوله دي فتره كبيره في السوق. يعني انا بعمل مشروع هيستغرق سنتين، بعد سنتين بخرج من السوق خلاص. يترتب عليها ظهور منافس قوي ليا. ايضا معناها ان انا ببيع التكنولوجيا لدوله اخرى. اشكال المحاضره السابعه: اشكال التعامل الاستثمار الاجنبي المباشر. يعني استثمار اجنبي مباشر؟ فيها بتقوم الشركه الدوليه بانشاء مشروعات للانتاج او التجميع في السوق الاجنبي، اي تتملك 100% من راس المال. بيفضل ده في ثلاث حاجات: حاله وجود سوق اجنبي كبير جذاب. يعني سوق يعني ايه؟ ناس هتشتري المنتج بتاعك كتير، ملايين، زي مصر كده فيها 100 مليون بالنسبه لسلع معينه زي الاكل والشرب وكتير من السلع زي الادوات المدرسيه الى اخره. يبقى نمره واحد، يفضل الاستثمار الاجنبي المباشر في حاله وجود سوق كبير جذاب. اثنين، وجود تسهيلات. الدول دي بتقدم لي تسهيلات في السوق ده، زي ايه؟ بتديني اراضي رخيصه، بتديني طاقه رخيصه، بتعملها فيها رخيصه. حاله الرغبه في السيطره والرقابه على الانتاج والتسويق. اخر حاجه، تحقيق ارباح اكبر. الاستثمار الاجنبي المباشر بيحقق ربح اكبر من التصدير ومن الترخيص ومن عقود الاداره ومن عقود التصنيع ومن مشروعات تسليم المفتاح. المزايا: زياده الارباح، تحقيق شركه كبيره، وتخفيض تكلفه امداد السوق الاجنبي بالمنتجات، والاستفاده من ميزه القرب من السوق. إقامة علاقات جيدة مع الأجهزة الحكومية في الدول الأجنبية. العيوب: ارتفاع التكلفة، فبتحتاج لتكاليف كبيرة، إن أنا بختار أرض وبشتريها وببني وأحط آلات إلى آخره. المخاطر هي ارتفاع المخاطر، زي إيه؟ ممكن الفلوس اللي أنا صرفتها دي كلها تتعرض للتأميم والمصادرة. أساليب الاستثمار الأجنبي المباشر. عندي أسلوبين. أول حاجة، تأسيس شركة استراتيجية، تأسيس شركة جديدة استراتيجية اللي بيسميها استراتيجية جرين فيلد. معناها ايه؟ ان انا كشركة دولية بقوم اشتري، اختار دولة معينة واختار مكان معين، دولة في مكان معين، وبعدين بشتري ارض وبنشي عليها مصنع وبشغله انطلاقا من الصفر. وده بيديني مزايا: اختيار المكان المناسب، الحصول على الحوافز، استخدام التكنولوجيا والالات الجديدة. العيوب: بيحتاج لوقت. يعني لو انا العملية دي كلها هتاخد 5 سنين، عشان اخش هذا السوق هحتاج 5 سنين. بينظر دايما للشركه دي على انها شركه اجنبيه. اساليب الاسلوب الثاني اللي هو شراء اصول في دوله اجنبيه لاستراتيجيه التملك او الاكتساب. هنا الشركه الدوليه بتعمل ايه؟
شركة عربيات عايزة تخش سوق معين وليكن في مصر، بتدور على الشركة بتاعة عربيات موجودة وتشتريها وتعيد تأهيلها، الحاجات اللي تنفع بتخليها والحاجات اللي بتحتاج تطوير بتطورها والحاجات اللي مش عايزاها بتبيعها. طبعا ده بيحقق لي مزايا زي سرعة الدخول في السوق الأجنبي وبالتالي الحصول على عمالة مدربة والتحكم في المشروع كله زي الإنتاج والعمليات إلى آخره. أشكال التعامل الدولي برضو اللي هو التحالفات الاستراتيجية. أول حاجة يعني تحالفات الاستراتيجية والتعاون الاستراتيجي بين مؤسسات وليس دول متنافسة، يعني بين دول شركات بتاعت عربيات، بين شركات بتاعت ثلاجات، بين شركات بتاعت غسالات، يبقى هو تعاون استراتيجي بين مؤسسات متنافسة من عدة دول لأداء مهام معينة وبالتالي تحقيق منفعة متبادلة في الأجل الطويل بدلا من التنافس. زي إيه؟ تحالف بين مؤسسات شركة توشيبا وسيمنز وأبل، تحالفوا مع بعضهم في مجال معين. يلاحظ ان التحالفات الاستراتيجيه هي تعاون مؤسسي، يعني تعاون بين مؤسسات من عده دول وليس بين دول. اثنين، بتحقق منفعه متبادله بين الشركه اللي داخله في التحالف، يعني الشركه التحالف لو بين شركتين الشركتين بيستفيدوا، لو تحالف بين ثلاث شركات ثلاث شركات بتستفيد. اشهر التحالفات هي المشروعات المشتركه. اعداد التحالفات في تزايد مستمر. فوائد التحالف، اول حاجه ان انا لما بعمل تحالف بستفيد من فرص الانتاج الكبير، بستفيد من الشركات الاخرى وبتعلم منها وبكتسب. نمر الثلاثة، تقاسم المخاطر والتكاليف بتتوزع على الشركات الداخله في التحالف. سرعه دخول السوق الاجنبي. انواع التحالفات، تحالف استراتيجي وتحالف وظيفي. التحالف الشامل وتحالف وظيفي. نمرة واحد، التحالف الشامل الاستراتيجي وتعاون بين عدة دول متنافسة في مجال كل المجالات، الإنتاج، التسويق، التمويل، البحوث، التطوير إلى آخره، بيكون على نطاق كبير وأكثر انتشارا وبياخد شكل المشروع المشترك. التحالف الوظيفي عكسه، وتحالف بين عدة دول متنافسة في مجال واحد وظيفي واحد، إما الإنتاج أو تسويق أو تمويل أو البحوث التطوير أو أي وظيفة. طبعا ده أقل انتشارا وبيأخذ زي ما واضح في الشكل اهو، يعني هنا واضح ان هو عندي شريك واحد عنده اربع وظائف اللي هي الانتاج والتسويق والتمويل والبحوث والتطوير، والناحيه الثانيه شريك برضو فيه الاربع وظائف، فممكن يتحالفوا بس في تحالف وظيفي في الانتاج يبقى تحالف استراتيجي في الانتاج، او في التسويق يبقى تحالف استراتيجي في التسويق، او في التمويل تحالف استراتيجي بالتمويل، او في البحوث والتطوير يبقى في البحوث والتطوير يبقى تحالف استراتيجي في البحوث والتطوير، او تحالف شامل بقى ان هو يعني بيتحالفوا وبيشتركوا مع بعضهم يتعاونوا في مجال الانتاج والتسويق والتمويل والبحوث والتطوير. اداره التحالفات، قرار التحالف، اول حاجه بيستمد قرار التحالف من التخطيط الاستراتيجي، يعني اي شركه هتعمل تحالف استراتيجي اول حاجه بتعمل بعد دراسه بتبدا تدرس اهداف الشركه بتاعتها، نقاط القوه والضعف بتاعتها، فرص السوق، وبعدين في الاخر هل التحالف بيوصل لها افضل طرق دخول السوق الاجنبي، اذا كان كده بتخش في التحالف. اختيار الشريك، اول حاجه لابد انها تشترك تختار اختيار الشريك المناسب من اسباب نجاح او فشل التحالف. الشريك الجيد اول حاجه بيقدم ميزه تنافسيه، عنده قدرات وموارد انا كطرف تاني متحالف معاه ما بمتلكهاش، لا يستغل التحالف هذا الشريك لمصلحته فقط. معايير اختيار الشريك بالتحالفات الاستراتيجية، يكون عنده ميزة نسبية في حاجة معينة، في الانتاج، في التكنولوجيا، في التسويق، في التمويل إلى آخره، أن يكون مساهمة كل طرف متوازنة، يعني بيقدم حاجات تتوازن مع الاستفادة اللي هياخدها. اتفاق الأطراف على الاستراتيجية المستقبلية اللي هيتبعوها. أشكال الملكية، أشكال الملكية، المشروع المشترك، وده مشروع ممكن بين طرفين أو أكتر. من ناحية الملكية لو كان بين طرفين ممكن 50% أو 60 و40% أو 30 و70% إلى آخره، يبقى المشروع مشترك بين شركتين أو أكثر. في ناحية رأس المال وهو الأكثر شيوعا، بيؤسس في الدولة التي يعمل بها التي يقدم مزايا. الشراكة المحدودة طبعا دي بتستخدم في حاجات معينة وفيها بتتحمل مؤسسة واحدة اللي هو الشريك المدير المسؤولية الكاملة للمشروع، يتحمل الشريك الآخر بنسبة محدودة بنسبة استثماراته. المشروع العام الخاص هو مشروع مشترك بين حكومة دولة معينة زي السعودية وشركة أجنبية زي شركة أرامكو، ويؤسس في حال تحكم الدولة في مورد معين زي البترول وتريد تطويره بمساعدة شركة أجنبية لها خبرة. عدم سماح
يستخدم ايضا مشروع العمل المشترك في عدم في احوال كثيره بيتم فيها عدم السماح الحكومات للاجانب بامتلاك مشروع بالكامل، وبالتالي ما فيش حل الا من خلال مشروع العمل المشترك. تقييم حريه المؤسسات المحليه والاجنبيه، اداره التحالفات عندي ثلاث انواع من اداره التحالفات: اتفاق الاداره المشتركه، واتفاق المحدد، والاتفاق بالتفويض. الاتفاق بالاداره المشتركه معناه ان الشريك الاولاني والشريك الثاني بيتشاركا كاطراف في اداره المشروع، ودي بتعمل مشكله، كل كبيره وصغيره بيرجعوا وتبقى مشكله. الاتفاق المحدود معناه ان الشريك الاولاني بيشترك واحد بس مسؤول عن الاداره والباقي مش مسؤول، لو هو راس ماله اكبر من او غالبيه راس المال. النوع الاخر اللي هو الشريك اتفاق التفويض، معناها ان الشريك الاولاني والشريك الثاني ده بيفوض ناس من عنده، فوض نفسه بيديروا المشروع لوحديهم بعيد عن الشركات الام، وده احسن.